نسمع بعمر ابن كلثوم. هو اسم عمر كان شائعا في العرب كثيرا. عمر ابن كلثوم كان ملك الحيرة وأبوه المنذر ابن ماء السماء، وكان زاهيا في نفسه، فجلس ذات يوم مع أصحابه مع خلطائه مع مجلسه، فقال: أي امرأة في العرب، أي رجل في العرب تأنف أمه أن تخدم أمي؟ أي رجل في العرب تأنف أمه، يعني ما تقوى تستكبر أن تخدم أمي؟ فقالوا: لا نعلم أحدا إلا عمرو بن كلثوم. القائل هنا عمرو بن هند، القائل عمرو بن هند. لما قال عمرو بن هند هذا وأجابه الناس: لا نعلم أحدا إلا عمرو بن كلثوم، أضمرها في نفسه وسكت. ثم إنه دعا عمرو بن هند، دعا عمرو بن كلثوم، عمرو بن هند الملك ملك الحيرة دعا عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم لم يكن ملكا، كان سيد بني تغلب، فبعث إليه وطلب منه أن يأتي بأمه معه. فجاء عمرو بن كلثوم من ديار تغلب ومعه أمه، فجعل النساء في رواق والرجال في رواق، وكان خلف عمرو بن هند سيف معلق. فجاءت أم عمرو بن هند عمدا تطلب من أم عمرو بن كلثوم أن تناولها إناء وعاء، فقالت أم عمرو بن كلثوم: صاحبة الشيء أولى به. أعادتها تريد منها أن تمرر لها الوعاء. ماذا قالت أم عمرو بن كلثوم؟ نادت بصوت يسمعه ابنها، قالت: واذ الله لتغلب. سمع عمرو بن كلثوم صوت أمه، فعمد إلى السيف المعلق خلف عمرو بن هند وأخذه وضرب به رأس عمرو بن هند، فعد أحد فتاك العرب، ولم يكن خصومه مستعدين، فقتل من قتل منهم وأخذ أمه وعاد. عاد ليقول أبياته الشهيرة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا وما تبقي خمور الأندرينا، المعلقة المشهورة إحدى معلقات العرب. فيها قال، هذا موضع الشاهد، قال: ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. مقتوينا يعني خدم، مقتوينا بمعنى خدم. الموضع الشاهد منه قوله: ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يعني نختار من كل شيء أفضله ونترك للناس أرذله، يقصد أنهم سادة في الناس. فهذا الورود في الشعر العربي في معلقة عمرو بن كلثوم. وقد عمر عمرو بن كلثوم، قالوا حتى جاوز 150 عاما، وقتل عمرو بن هند، والباغي تجري عليه الدوائر. هذا عمرو بن هند قتل قبل ذلك 100 رجل من قبيلة واحدة، أقسم أن يحرقهم، ولذلك يسمى بالمحرق، حرقهم 99، وبقي الواحد يبحث عنه ما وجد أحدا يكمل به نذرا قاله. فجاء رجل من تلك القبيلة على حسن نيته، فسمع رائحة الشواء، قوم محروقون، ظن أن الملك عمرا يقيم طعاما، فلما سأله عمرو: من أنت؟ فأخبره بنسبه، فقتله وأكمل به 100. موضع الشاهد: لما بغى على هؤلاء سلط الله عليه من يبغي عليه، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله عز وجل الجبل الباغي.